أسعد الله أوقاتكم ورمضان مبارك سعيد، ومرحبا بكم من جديد في برنامج الرياضة بوضوح. في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا وتحت ظل الحجر المنزلي، سنخصص حلقات استثنائية عن بعد مع مختلف الفعاليات الرياضية، مع رياضيين، جمعيات رياضية، مدربين، أبطال ولاعبين والأطر الوطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية. هذه الحلقات ستكون على شكل حوار مع الضيوف من مقر سكناهم. سنحاول التعرف على أوضاع كل ضيف على حدة، التزامه بالحجر المنزلي، كيفية مزاولة الأنشطة الرياضية والتتبع مع الأبطال ومنخرطي الأندية الوطنية، طرائف أو أحداث في ظل الحجر المنزلي ورسائلهم الموجهة للرياضيين وللأصدقاء. في حلقة اليوم نستضيف بطل السباقات على الطريق العداء هشام فرج. هشام فرج ابن مدينة الخميسات، الحامل للجنسية الهولندية. غادي نحاولوا نعرفوا من هشام كيفاش كان تيدوز الحجر المنزلي، واش كان ملتزم به، كيفاش كان تيدوز التدارب ديالو في المنزل او خارج المنزل، كيفاش حصل في الخميسات لانه كان جيدوز غير شي يومات وغادي يرجع لهولندا، على الصعوبات اللي لقى فاش ما رجعش في الطيارات الاولى اللي مشاو فاش قبل ما تسد الحدود او بعد ما تسدت الحدود، واشياء اخرى غادي نحاولوا ان تعرفوا عليها في هذه الحلقه. هشام فرج، مرحبا بك معنا في برنامج الرياضه بوضوح. شكرا اخ رشيد على استضافه اخرى استضافه قناه الرياضه بوضوح. هشام فرج، بغينا نعرفوا منك وانت المتتبع الكريم، يعرف فاش جيتي للمغرب، البطوله اللي كنتي بغيتي تستعدوا ليها باش جيتي تتريني في خميسات، ديما تنعرفوا عليك انك تجي تتريني في الغابه وفي افران باش ترجع تشارك في شي بطوله دوليه، كيفاش كنتي تمارس الرياضه ديالك وفاش حصلتي هنا في خميسات، كيفاش كنتي تتزاول التدارب ديالك في الخميسات، واش كنتي تخرج تنتيا تجري في الغابه كيف العاده؟ كنت جيت هنايا اسبوع على حساب اسبوعين باش نجي نستعد هنا في مدينه الخميسات، اسبوعين جيت باش نستعد هنايا باش نستعد للسباقات اللي كاين في مارس. من بعد جات هذا المشكل ديال الكورونا زدت بقيت هنايا من مارس حتى دابا ما بقيتش كيفاش الطريق كلشي مسدود، الحدود كلشي مسدود، طالما نبقاو حتى نشوفوا شنو غايديروا السلطات المغربيه يحلوا الحدود باش نرجعوا. حنا المشكل اللي وقعت بين السلطات المغربيه والسلطات الهولنديه. السلطات الهولنديه كانت دخلات في 20 مارس طلبت طلب الوزاره الخارجيه المغرب باش تدي هولندا، باش تدي الناس الهولنديين المغاربه الهولنديين اللي عندهم الجنسيه هنايا باش تديهم. المغرب كانت مع ذاك المشاكل، كان المغرب رفضت ليها، قالت لي ما يمكنش يخرجوا، خصهم الحدود تبقى مسدوده، ما يمكنش يخرجوا هذوك الناس. وقعوا مشاكل بين هذه معروفه بين السلطات الهولنديه والسلطات المغربيه، هذه وقعوا مع ان كانت عندهم هذاك الشيء الدبلوماتيك السياسي، عندهم مشاكل قبل من هذا الشيء. صافي بقينا حنايا في المغرب حتى هاد الشهاده عاد عطاو اوتوريزاسيون لوزاره الخارجيه بداك الوزير بغيت عطا اوتوريزاسيون. كانوا المغاربه اللي في هولندا، الجاليه المغربيه في هولندا قدمت شكايه لصاحب الجلاله محمد السعيد، قدمت له شكايه، وصاحب الجلاله قام بالوصايه للوزاره الخارجيه باعطاء المغاربه المزدوجين الجنسي باعطائهم الحلول باش يمشيو. صافي فاش كنتي تخرج تريني خارج المنزل،
ما عمر وقفت عليك شي دورية الأمن، مع العلم أننا عارفين أن السلطات المحلية مزيرة الشغل على برا ومزيرة في تدبير الحجر الصحي، إلى درجة أنها تتعتقل أي واحد تتلقاه في الأوقات ديال الحظر الصحي. بالنسبة لهذا الحجر الصحي لقينا فيه مشاكل في التدريب، تنتني بعض المرات في الدار، وقت اللي تندير واحد جوج حصص في الدار، ثلاث حصص في الدار، راك عارف التدريب ديال الدار ماشي هي التدريب على برا، فهمتي؟ التدريب ديال الدار لان تيكون عندك روتين، وانت تمشيو نترينو في الغابة، تنخرج نترينو بوحدي، يعني ما يمكنش، انت قلت ما كاينش تجمعات، ما يمكنش تفوت جوج اللي ربيت، ما يمكنش يفوتوا التجمعات، نترينو بوحدي نترينو. في الغابة مرة في الغابة مرة في الطريق على الرباط حدا السوق، ترى كنت تما تنتظر، واخا لونطريمو ماشي هي هي السيدات، هي ماشي بحال السيدات الدراري يكونوا مجموعين، ماشي هي رزقوا بمشاكل، واخا لونطريمو دابا ما تقدرش تريني كل نهار، لان تتريني نهار، النهار ما ترينيش، تريني يومين، 3 ايام ما ترينيش، واحد الطرين بعد ما تنحبسوا سيمانه، لحقاش تتلقى ديما المشاكل، انت تخرج راه ما تخرجش، تلقى سلطات الامن تتحاصرك، ما تقدرش تريني ديما المشاكل، سلطات الامن يعني التدريب كان ما دازش شي تدريب، التدريب داز في الاول، داز في الاسبوع الاول ما جيت، من بعد ما بقاش التدريب، ولا مرات التدريب مرات التدريب، يعني مع هاد المشاكل ديال الكورونا ما يمكنش التدريب كل يوم، التدريب قاعد 3 ايام في الاسبوع، فالتدريب تنمشيو كنا في الاول تنمشيو للغابه، من بعد الغابه من بقاو تزيد تجمعوا الناس، ولا جو السلطة الأمن حيد، ولا تما تحيدوا الناس، لأن تيقول ما كاينش تجمعات، ولينا نخرجوا في طريق الرباط، ولا نمشيو عارفين جاو تما، ولا نمشيو الطريق ديال الضايع، تما الطريق ديال الضايع في الكتولوت، تما تنمشيو نترينيو تما، مرات تمايا مرات طريق مكناس، هذه كانت التدريب، صافي. بالنسبة في الأمن ديما كنت تمشي تتلاقى معاهم، ديما في البلاصة، ما تيهضروش معايا، تيشوفوني تيشوفوني بوحدي، ما تيهضروش معايا، تنكون بوحدي، ولا تنكون كاع مع شي، إذا كنت مع شي واحد تنحاول نقدر نوصل لهم، تمشي بوحدي، ما تيهضروش معايا، ما يتكلموش معايا. واحد النهار اللي وقعت لي واحد الحال، كنت نتريني في الغابة، خرجت من الغابة حدا السينما مرحبا، وتلقى لي الأمن، قال لي واش عندك الورقة؟ قلت لي عندي الورقة، طلعني، قال لي واش هذه وقت لونطريمو؟ قلت لي عندي الورقة، مكتوب فيها رياضة، وطلعني، ماشي بحث، وبقى تيسولوني تمايا كل شيء، عطيتهم السمية، صافي، جا العميد الشرطة في هذيك المقاطعة ديال اللي في حي الزهرة، صافي قال لي خرج، قال لي صافي سير بحالك، ما كان عندك حتى شي مشكل، قال لهم الولد جاي تريني، انتوما جيبوا لي السيد تريني بوحدو، جيبي لي، اللي خرج بحالك. هو بالمناسبة فاش عرفت هشام فرج غادي يمشي هاد اليامات لهولندا، عليها استغليت الفرصة أنني غادي أنني تواصلت معاه ودرنا هاد الحوار هذا باش نعرفوا منه أكثر شنو الأسباب اللي خلاته ما يمشيش، وشنو الإكراهات اللي واجهها فاش بقى هنا في المدينة ديالو، مع العلم أنه مخلي الأسرة ديالو في هولندا، وكان باغي يمشي قبل وما كتب ليش انه يمشي في شي رحلات سابقة. من بعد ما وقعوا مشاكل بين المغرب وهولندا، كل واحد في المغرب تيقول حاجه، هولندا تقول حاجه، كل واحد اش يقول شي حاجه. بالنسبه هي الحقيقه ما فيهاش مشاكل، المغاربه اللي عالقين بالخارج ممكن مشاكل، في المغاربه اللي كاينه لا اللي غيدخلوا المغرب هي فيها مشاكل، لان غيدخلوا هنايا ربما يكون مرض، بالنسبه للمغاربه اللي عالقين هنا ما كاين حتى شي حاجه، لانه غادي يخرجوا من هنايا، حتى السلطات الهولنديه قالت لهم بان انا نتحمل المسؤوليه، انا نجيب الطياره تاعي، انا نديهم انتم، عطونا غير طوزاسيون يمشيو. المغرب كان رفض ليها، رفض دابا تقريبا من مارس، من دخل صاحب الجلاله، من الجاليه المغربيه في هولندا، دارت شكايه الوزاره الخارجيه، ودارت شكايه في الاخير صاحب الجلاله الملك محمد السادس، شفتوه في زينو، صاحب الجلاله عطى قال السلطات الوزاره الخارجيه البويطه، قال له خص الناس عطاهم باش يمشيو،
صافي تما تربي ب 27 شهر 4 كانت طيار اول طائره، كان 27 شهر 4 نهار تديو الناس كل رحله تديو 300 300، لان كاين هنايا تقريبا 4000 واحد كاين هنايا، دي على خير ديال الهولندي كاين هنايا 4000 واحد. الدوله تقريبا مشاو دابا 4 حالات، 4 حالات، 4 حالات وهي 1200 2000. المغرب كان رفض لهم، قال لهم ما تديش المغاربه، المغاربه اللي عندهم واخا المغاربه عندهم جنسيه هولنديه تتسمى توتي يا وليدي، تتسمى الجنسيه المزدوجه، ندي نديه الهولنديين، ندي الهولنديين، الهولنديين يعني من دماء هولنديه. وهذا الشيء كان غضب 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 بزاف الجاليه المغربيه في هولندا، داروا المحاضرات وهذه غضب الجاليه، لعقاش الجاليه المغربيه الهولنديه كتجي لهنايا، تجي لهنا تجي لهنا تخسر الفلوزير، تدير العمله ديالها هنايا، تدير العمله ديالها كل شيء، ولكن المغاربه ما حصلوا ما احترموش. والمغاربه تيقول لك لا، راه السلطات المغربيه تقول بان راه الهولنديين، قال لك لا نديو غير الزهر ديالنا. كل واحد يقول حنايا ما انا ما عرفناش، كل واحد الهولندي تيقول المغاربه تيقول لك راه الهولنديين هما قالوا نديو ديالنا، عاوتاني الهولندي تيقول لك المغاربه نديو ديالنا. تنظن ما كاينش، تنظن حنا عشنا في هولندا، هولندا ما كاينش هاد العنصريه، ما غاتكونش بان نديو ديالنا. لا، تيتسمى الواحد اي مواطن هولندي تيتمتع بالحقوق بحاله الهولندي. دابا الحمد لله راه عيطوا لينا نهار اثنين، قالوا لي تمشي نهار اثنين، عيطوا لي في الصباح دابا تمشي في العشيه، قلت لهم ما نقدرش نمشي نهار اثنين، قالوا لي السيمانه الجايه ربما ان شاء الله، هذا السبت الحد ولا الثلاثاء ولا ان شاء الله غادي يكون، ان شاء الله غادي السيمانه ان شاء الله يكون الوالد ديالنا باش نمشي. تديو كل ما تديو جروب بالنسبه للمغاربه، تنطلب انا المغاربه يساعدونا، يساعدونا، راه الحكومه راه السلطات الهولنديه قالت بان غتدينا، عطونا حنايا خلي نمشيو، لينا هنا خلينا هنا عائلتنا هنايا، راه خلينا هنايا، خلينا ولادنا، خلينا عائلاتنا، خليناهم تمايا، خليناهم تمايا، خليناهم تمايا، خلينا الدراري صغار عندهم الدراري صغار مينو عندهم اقل من 18 سنه، كاين اللي خلى ولا انا اللي تنهضر معاك، خليت الولد تاعي عنده 7 سنين، خليتهم مع امه، امه يلاه مشات اول مره تمشي لهولندا، كيفاش غادي، واش انتم ما تحسوش؟ لاقاش انتم اللي خدامين في البرنامج تقراو ولادكم، انتم ولادكم كنتو تقراو ولادكم في الانجليز ولا في النرويج، راه جبتوهم مع هذا الفيروس هذا وقع، راكم درتو لهم طياره خاصه وجبتوهم، للمغرب. دابا حنايا خليونا نمشيو حنا قبل هذا العيد هذا، قبل العيد هذا، العيد ان شاء الله يمشي، نمشيو لان الحكومه الهولنديه تقول لك غندي ديال، عطاونا طوزا، عطاهم طوزا سي ونمشيو صافي، نمشيو صافي. هشام، شنو هي الرساله ديالك اللي تقدر تبغي توجهها للرياضيين والعدائين خلال فتره الطوارئ الصحيه، واللي تقدر انها وباينه انها غادي تقدر تزاد المده ديالها؟ هو تنتمنى لجميع الاصدقاء ديالي وجميع العدائين ديالي، العدائين وجميع الرياضيين في هذا الوقت هذه، راه يشوفوا خصهم يلتزموا بالبوي ديالهم، ويخرجوا واخا يخرجوا يترينيو، ما يمكنش غادي تخرج تريني كما كنتي تتريني في الايام العاديه، ديك المنظمات العادية تخدم هذه. أنا شفت بعض العدائين تيخدموا البروغرام ديال السيري ديال بأن يخدم البروغرام ديال الاتليتيزم، ما يمكنش يخدم سيريات بارتليك وهذه، لأن ما كاينش، خصهم يعرفوا بأن هادشي ما عارفش فوقاش غادي سيري، ربما شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، ربما عام ما عرفناش، وتخدموا لي زات نشوف تخدموا السيريات، تخدموا خصهم شويه ينقصوا شويه من التدريب تلينيو على حسب لا فورم ديالهم، لان مازال الحال ولو كاع يتحل هذا الشيء هذا، راه السباقات ما يمكنش يتنظموا هنا في المغرب، ممكن حتى العام الجاي عاد تنظموا، راه الالعاب الاولمبيه تاجلت العام الجاي، وما تنقولوا من حول راسهم، هادشي تنقدم لنا والتزموا بالبوي ديالهم، ونتمنوا ربي يتحيد هذا، ربي هذا يحيد علينا هذا الوباء، هذا المرض ان شاء الله، نتمنوا ربي يتحيد علينا الوباء في اقرب وقت، وان شاء الله كاين تمشي الخير ان شاء الله، ان شاء الله هذه الايام هذه تكون ان شاء الله مزيانه، ابتداء من هذا النهار راه مزيانه، اليوم راه 45 حاله وكانت 16 حاله في الصباح، نتمنوا هذه الايام هذه قبل 20 يتحيد هذا المرض هذا، وتخفض علينا ان شاء الله، وترفع علينا الحجر الصحي، وجميع العدائين وجميع ساكنات مدينه الخميسات ان شاء الله.
سي هشام، قبل ما نختموا هذه الحلقة ديال اليوم، أعطينا شي كلمة أخيرة بالمناسبة. نتمنى ان شاء الله هذا الوباء هذا يتحيد وربي يلطف بينا ان شاء الله، ونرجعوا الايام العاديه. لا، شكر على واجب سي هشام. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. قبل ما نختمو، تنطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء هذا باش نقدروا نرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا، ونعاودوا نستقبلوا الضيوف حدانا إن شاء الله في مرة أخرى. لا، شكر على واجب سي هشام فرج على هذا الحوار الشيق معك. قبل ما نختمو هذه الحلقة، نطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا باش نقدروا نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، وباش نقدروا نقدروا نستضيفوا الضيوف في البلاطو ديال البرنامج او في المنزل. قبل ما نختم، ما تنسوش انكم تتابعوا معنا حلقه المقبله من البرنامج. عندنا ضيوف نستقبلوهم بهذه الطريقه، كاين مفاجات، كاين رياضيين، كاين ابطال، كاين مجموعة من المفاجآت. لا، شكر على واجب سي هشام. قبل ما نختمو هذه الحلقة، نطلبوا من الله تعالى أنه يرفع لنا هذا الوباء هذا، ونرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا، ونستقبلوا كذلك الضيوف في بلاطو البرنامج أحدانا. نتمنوا أنكم تتابعوا معنا هذه الحلقات ولو أنها بهذه الطريقة، لأن تصعبت علي الأمور شوية باش نقدر ندير الطريقة ديال زوم مع بعض الإخوان. المهم، كاين حلقات اخرى، كاين ضيوف متنوعين، كاين رياضيين، كاين ابطال، كاين الجمعيات الرياضيه، نحاولوا نناقشوا مجموعه من المشاكل اللي تعانيها الرياضه في هذا الظل، في هذا الحجر الصحي. ونعرفوا كذلك كيفاش الرياضه، الانديه الرياضيه كيفاش تتعامل وتتواكب الابطال ديالها، والمشاكل اللي تعانيها أو العراقيل اللي عانتها في هذا الحجر الصحي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.